أهلا بكم. قال رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي إن علاقة الصداقة مع مصر على المحك، مطالبا بكشف كل الحقيقة حول وفاة طالب إيطالي تحت التعذيب في القاهرة تم دفنه أمس الجمعة في شمال شرق إيطاليا، وكان قد عثر على جثته بجانب الطريق جنوب غرب القاهرة بعد 10 أيام على اختفائه في ذكرى ثورة 25 من يناير بالقاهرة. للنقاش حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من روما سيد سمير القريوطي الصحفي والمحلل السياسي. أرحب بك معنا سيد سمير، وأيضا تنضم إلينا الكاتبة الصحفية الأستاذة نادية أبو المجد. أرحب بك أستاذة نادية. وباقي معنا من الفقرة السابقة السيد وائل قنديل الكاتب الصحفي. أرحب بك مجددا سيد وائل، وأبدأ بالسيد سمير القريوطي. هل لك أن تطلعنا سريعا عن ردود الأفعال سواء السياسية أو الإعلامية حول النتائج الأولية بعد فحص جثة الطالب الإيطالي جوليو؟ نعم، نتيجة الفحص التي أجراها فريق طبي في المستشفى في روما عندما عادت جثة جوليو أثبتت أنه تم قتله بواسطة ضربة على الرقبة كسرت رقبته، وليس كما قيل في البداية أنه تعرض لتعذيب ولنزيف ولسكتة قلبية، بل بسبب ضربة شديدة ربما بسبب التعذيب أدت إلى مقتلها على الفور. هذا بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى. ردة الفعل بالطبع كانت صدمة لإيطاليا، صدمة خاصة لجيل الشباب، لأن هذا من الشباب الجديد مثل بقية الشباب الذين تعودوا على الارتحال هنا وهناك بين جامعات العالم، وكما نعلم هو ضيف على الجامعة الأمريكية في القاهرة. السلطات الإيطالية حاولت قدر الإمكان أن لا تبين الأمور على أنها خلاف بين مصر وإيطاليا حفاظا على العلاقة بين البلدين، وأعتقد أيضا أن الجانب المصري في هذا الاتجاه سار على نفس الاتجاه للتقليل من وطأة هذه الصدمة التي كانت على الناس حفاظا على العلاقات التاريخية والممتازة بين البلدين. طيب، بغض النظر عن اعتبارات سياسية، أنا أتكلم كصحفي وكمحلل لما أقرأ ولما أشاهد. نعم. تلفزيونات على سبيل المثال التابعة للدولة، ليس هناك أجهزة تلفزيون رسمية كما نعلم، الصحف الكبرى، الصحف المستقلة مصنفة عدة تصنيفات، لدينا 81 صحيفة يومية، حوالي 500 محطة تلفزيون وإذاعة، كل التعاطف جرى مع هذا الشاب، وقامت عائلته كما شهدنا بالأمس بأن وجهت دعوة مفتوحة للناس العاديين، قالت لا نريد أعلام ولا رايات ولا شعارات سياسية. الشاب يساري، يقال أنه ينتمي إلى تيار الماركسية الجرامشية على أساس تعاليم. سيد سمير سأعود إليك لعل بعدما نقرأ بعض مما ورد في الصحف الإيطالية والرسمية يكون هناك بعض الاستفسارات منك سيد سمير، لكن أذهب سريعا إلى الزميلة نادية أبو المجد، وهل لك أن تطلعين سريعا على أهم ما ورد في الصحف الإيطالية والعالمية حول الشاب الإيطالي المقتول في مصر؟ طبعا يعني هو في اهتمام سواء من الصحف الإيطالية أو الأوروبية والأمريكية تقريبا لم ينقطع لأي يوم بهذه الحادثة منذ اختفائه. مؤخرا بدأت الصحف الإيطالية والصحف الأوروبية وأمريكية تؤكد ما كان يعني يثار كأنه شكوك، اللي هو تورط قوات من الأمن المصري في مقتل، في إخفاء هذا الشاب وفي قتل هذا الشاب. على سبيل المثال لا ستامبا الإيطالية بتتكلم على أنه اللي مسميه الشاهد السوبر، اللي هو تحدثت مع أحد الشهود المصريين اللي هو يسكن بجانب، كان يسكن بجانب الطالب جوليو ريجيني، وقال أنه يعني يعتقد أن الشرطة يعني هي التي أخذته، وكانوا قد جاءوا قبلها بعدة أيام قبل يوم 25 للسؤال عنه،
فده مثال. الاستنبه هي التي قالت نادية: من بين خاطفي ريجيني رجل أمن كان يلاحقه للحصول على معلومات. بالضبط، هي دي شهادة هذا الشاهد، إن هو جم وسألوا عنه من قبل. لا جورنالي الجورنالي الإيطالي كمان بيقولوا إن هم نيويورك تايمز في تقرير احنا برضو سنعرض له انه اكد ما سبق وان قالته هذه الصحيفه من وجود شكوك حول ضلوع الامن المصري في اخفائه وقتله بعد ذلك بعد التعرض للتعذيب الشديد. طيب، لو ذهبنا او ابتعدنا عن الصحف الايطاليه، كان هناك تقرير في بعض الاندبندنت البريطانيه، ماذا قالت؟ تحدثت على ان هو برضو تم ايقافه من قبل مسؤولي امن في الليله التي اختفى فيها. وهذا التقرير يعني هو ده بقى الرائج، لأنه كله بيتحدث على أنه تم إيقافه قرب من محطة البحوث في الدقي اللي هي على بعد خطوات من مسكنه من قبل رجال أمن. صحيفة الاندبندنت قالت حاجة مهمة، قالت اللي هو أنه دلوقتي مفروض المسؤول عن التحقيق في حادث اختفاء ومقتل هذا الطالب هو شخصيا عنده حادثة تعذيب وقتل في سجله، لكن ما ذكروش اسمه يا نادية في الصحف. لكن أستاذ وائل، بادي أن الصحف الإيطالية والصحف حتى الغربية الكبرى بتتجه نحو إدانة واضحة للشرطة المصرية في قتل ريجيني. بالضبط كده. السياق كله بيقول أن هذه جريمة نظام. يعني طبيعة هذا الشخص جوليو، وأنا يعني إذا كانت الجريمة ثبت وتأكد أنها بهذه الكيفية التي تمت، فأنا أحسبه أحد شهداء الثورة المصرية. الشخص نفسه هو ناشط سياسي واجتماعي وباحث في شؤون الحركات العمالية والاحتجاجات العمالية، لديه علاقات. عبر كثيرا كما نقلت أسرته في السابق عن امتعاضه وغضبه وحزنه وألمه لما يحدث للنشطاء المصريين المعارضين لنظام عبد الفتاح السيسي. إذن هو كان مستهدفا من دولة تعيش على القمع فقط، هي دولة بيلوسية بامتياز، دولة أمنية بتراقب دبة النملة، بدليل أن مطاراتها بتتحول إلى يعني كمائن أمنية، كمائن جوية في مصر، وبالتالي دخوله وخروجه وحركته في القاهرة مرسولة من قبل هذه السلطة. المعطيات كلها بتقول الذي حدث، يعني أنا عايز أقول أنه كان في اهتمام غير عادي بالصحافة الإيطالية فور وقوع الجريمة. خفت هذا الاهتمام في منذ يومين لدرجة تقصد عن بالنسبة للصحافة المصرية جوليو، لا الصحافة الإيطالية خفت هذا الاهتمام لأنه لدرجة أنه أثار الريبة في أن تكون إيطاليا المنشغلة، إيطاليا الرسمية المنشغلة بأن تجد لها موضع قدم في ليبيا، لديها مشاريع في ليبيا والتي هي تدعم، تقصد أن السياسة تدخلت في الموضوع، تدخلت في الموضوع. وكان من الممكن لولا أنه بعض الصحف الإيطالية، مثلا الصحف التابعة لبرلسكوني اللي هو رئيس وزراء إيطاليا السابق، تبنت القضية بشكل أكبر وأجبرت إعادة طرح الموضوع مرة أخرى على المائدة الرسمية للحكومة الإيطالية ووضعها في هذا السياق. وكلامي أيضا للسيد سمير من روما. سيد سمير، رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي بيتحدث على أن علاقات الصداقة مع مصر على المحك. هذا التصريح بجانب ما ذهبت إليه الصحف الإيطالية وبعض الصحف الغربية من أن جوليو قتل على أيدي الأمن المصري، تعتقد أننا ذاهبون إلى قطع بشكل أو بآخر للعلاقات المصرية الإيطالية خلال الفترة القادمة، أم أن المصالح كما قال السيد وائل أنديل ستعلو في النهاية على هذا الأمر؟ تفضل. لا، أنا لا أعتقد أنه سيكون قطع للعلاقات. الملاحظة التي تفضل بها ضيفك الكريم في الاستوديو أن درجة الاهتمام انخفض، هناك وجهة نظر أخرى. هناك مدون إيطالي يدعى فيدريكو ديتساني، وهو شاب بنفس عمر تقريبا ربما يقل ببضعة سنوات، خبير اقتصادي، لديه مدونة هامة جدا، كتب مقالا يستحق القراءة 10 مرات عن هذا الموضوع بالذات. ماذا قال؟ قال بالحرف الواحد أن جوليو كان الرجل الصحيح في المكان الصحيح. هل كان ضحية لعملية سرية أرادها البعض لضرب العلاقة بين مصر وإيطاليا على قضيتين بالأساس،
قضيتين اقتصاديتين واستراتيجيتين. ما هما؟ القضية الاستراتيجية هي الموقف من ليبيا ومن تطورات ليبيا ضمن ما يحدث في إطار الشرق الأوسط، والقضية الثانية هي قضية العثور أو اكتشاف حقل زهر للغاز الطبيعي الذي اكتشفته مجموعة إيني النفطية الإيطالية، والتي قدرت احتياطيه الآن ب 820 مليار متر مكعب من الغاز، سوف يحل المشاكل الاقتصادية في قطاع الطاقة لمصر لمدة 20 سنة. وقال لما انخفض درجة اهتمام الصحافة الإيطالية برزت الصحف الأطلسية أو ما سماها الصحف الأطلسية الأمريكية لكي تصعد الموضوع من جديد، ولكي يصل الأمر بالرئيس أوباما ليعلن عن استعداد الولايات المتحدة الأمريكية لمساعدة إيطاليا في العثور على الحقيقة في مقتل جوليو. لكن هي سيد سمير عفوا، يعني وكأنك تقول أن هناك أيدي غربية أو غير غربية لا تريد أن تكون العلاقة جيدة وقائمة بين مصر وإيطاليا في الوضع الحالي، لكن حتى الصحف الإيطالية بتتحدث على أن الأمن كان ضالع بشكل أو بآخر في مقتل جوليو ريجيني، يعني بعيدا عن فكرة العلاقات. يعني سوف نأتي لهذه النقطة. أنا لم أتحدث، أنا قلت ما قاله المدون وهو مكتوب أمامي، قال بالحرف الواحد هذه النجاحات أو هذه العلاقة لم تهضمها لا تل أبيب ولا واشنطن مرورا بلندن. إلى هنا انتهى الاقتباس. الآن نأتي إلى قضية جوليو اختطف وعثر على جثته كما عثر على جثته، والحكومة الإيطالية قالت فورا نريد الحقيقة كاملة. هناك شك، طبعا هناك جناح في القيادة الإيطالية أو شق في إيطاليا يعتقد أن المسؤول عن عملية قتل جوليو هو الأمن المصري. إلى هنا القضية هي افتراض، هي تحليلات صحفية، ولكن هناك جناح آخر يقول ربما لا يكون الأمر هكذا. هذا المدون كما العديد طيب. من المواقع سطرت على ثلاثة احتمالات: أن يكون قد تم اعتقاله على يد الشرطة المصرية وقد تم التحقيق معه، وكان من المفترض أنه بعد التحقيق معه وكشف هويته يطرد من مصر إذا كان ارتكب أعمال منافية للقانون مثل الاتصال بالمعارضين. هذا احتمال بسرعة البرق. الاحتمال الثاني أن تكون جهات الأمنية المصرية قد اعتقلته وقامت بضربه ضربا شديدا، وربما أخطأ المنفذون الأوامر ومات بين أيديهم. لو كان الحادث هكذا كما تقول عدة مواقع لكانت هذه الجهات التي قتلته أثناء التعذيب قد أخفت جثته ولن يتم العثور عليها إطلاقا. الاحتمال الثالث هو أن تكون هناك عملية أو أطراف خلف هذا الموضوع استأجروا فيها من الجريمة المنظمة أو من حركات سياسية لتأسيم العلاقات، لأنهم قتلوه بضربة على الرقبة وكسروا رقبته ومات على الفور، ثم مثلوا حادثة العثور على الجثة. هذا ملخص ما سطر في عشرات المواقع. شكرا جزيلا سيد سمير القريوتي الصحفي والمحلل السياسي، كنت معي عبر سكايب من روما. فيما يخص بقية ما لديك من مما قيل في هذا الشأن، أنا شايف أنه أهم حاجة تطور بالنسبة أنه نيويورك تايمز في لقاء حصري مع ثلاثة مسؤولين أمن مصريين أكدوا ليها أنه هو تم اعتقاله، والبعض تحدث على أنه هو البعض فكر أنه هو جاسوس ليه بيعمل بحث عن الحركات العمالية. بعض الشهود الآخرين قالوا أنه هو تعامل مع الشرطة، وصفوا أنه هو كان مش مؤدب أو قليل أدب مع الشرطة، وأنه مغرور وعمل أنه هو فيها تاف جاي. أنا شايف أنه دي من أهم الأشياء اللي ظهرت. أنه هو أهل نيويورك تايمز يا نادي عفوا للمقاطعة، أن وفاة الطالب جوليو ريجيني يسلط الضوء على المخاطر التي يتعرض لها المصريون أيضا. بالضبط، بيقولوا لو كان مصري كان لكان زمانه كان ناسيا منسيا، ما كانش حد اتكلم عن. ونفس المعنى ده اتكلمت عنه الجارديان في افتتاحية لها، أنه ما حدث لهذا الطالب الإيطالي هو ما يتعرض له مئات من المصريين، وخصوصا منذ عامين اللي هو التعذيب عاد أشد من أيام مبارك، والاختفاء القسري زاد جدا في العامين الماضيين. وبيقولوا بأن المقلق أنه وزير الداخلية المصري قال أنه هو يعني يرعى القضية وكأنه مواطن مصري، فده يعني يزيد من المخاوف. وبيتكلم على فكرة أنه إزاي ثورة يناير أصلا كانت
ضد التعذيب، وتصريحات برضو وزير الخارجية المصري الذي حاول أن ينفي ضلوع الأمن فيها، رغم أن كل المؤشرات، وده اللي هي أنه في ثلاثة دلوقتي من الأمن المصري بيؤكدوا لنيويورك تايمز أنه هو فعلا تم اعتقاله. وآخر شيء يعني في هذا الموضوع، من جريدة بقى مصرية اللي هي الفجر المقربة من النظام المصري، الكلام نقلاً خطير، الفجر خطير جدا، نقلا عن يعني مسؤول كبير في الطب الشرعي المصري، انه من ضمن التعذيب البشع اللي احنا سمعنا عنه قبل كده جوليو ريجيني، اللي هو وصفته ايطاليا بانه حيواني ولا انساني، وتم كسر عنده 12 كسر وكل اظافره تم نزعها وحروق في الجزء الاسفل من جسده طبعا، وهو وجد عاريا ورغم التلميحات البشعه من بعض الاعلاميين المصريين. طيب هذا ماذا قالت الفجر قالت ايه؟ والطب الشرعي قال انه هو بالكشف على الجثه اكتشفوا انه تعرض لانتهاك جنسي بعصا اثناء تعذيبه. تحديدا انا هقرا بس ننشئ الطب الشرعي اللي دي في الفجر، صحيفه الفجر المصري، الطب الشرعي اثبت تعذيب ريجيني بعصا في منطقه حساسه، هكذا قالت الفجر المصريه. تعليق اخير منك على هذه القضيه عموما، قضيه ريجيني سيد وعي. يعني انا بقول ان السلطات الاسرائيليه امام اختبار اخلاقي الان، لان كل الملابسات والمعطيات بتقول ان هذه جريمه نظام تستفيد منه إيطاليا في ملفات في ليبيا أو في غير ليبيا أو ما إلى ذلك، وبالتالي القيم الإيطالية الإنسانية على المحك في هذه اللحظة، وليس العلاقات المصرية. منذ الإعلان عن الجريمة وفي مصر الشباب بيقولوا جوليو مننا، وأمام الجامعات البريطانية، أمام جامعة لندن هناك لافتة كبيرة للغاية بتقول We are all جوليو، وبالتالي كل يعني جوليو. الإدراك الإنساني البسيط بيقول أن هذا الرجل تمت تصفيته على يد سلطة بتتعامل على أنها عصابة لا تريد أحدا أن يقترب من طيب مناطق. أنا كنت هني، لكن نادية أليس غريب ما طرحته صحيفة الفجر المصرية أن هي تقول أن الطب الشرعي بيثبت أن ريجيني تم تعذيبه بوضع عصا في منطقة حساسة يعني بشكل أو بآخر، وتميل لوجهة النظر الخاصة بتعذيبه من قبل الأمن؟ أعتقد أنه هو ما بقاش ميل، يعني ما فيش حد بيقول أنه هو لم يعذب، لأنه يعني أصلا حتى السلطات في مصر بعد موضوع حادثة العربية تم يعني اتكلموا المسؤولين على أنه هو جثته تعرضت للتعذيب، وطبعا لما راح إيطاليا شافوا أثر هذا التعذيب. أعتقد أنه لم يعد ممكنا يعني التخبية على هذا التعذيب. الجديد أنه كمان تم انتهاكه بهذه الطريقة، وهو معروف أنه دي أحد أدوات التعذيب التي تعرض لها منذ سنوات عماد الكبير، قبل منذ 10 سنوات تعرض عماد الكبير السائق للتعذيب بنفس الطريقة، والذي كشف الموضوع أنه كانت في فيديوهات لهذا التعذيب الذي يبدو أنه لم يتوقف بل عاد بصورة أبشع، ويعني بعض المصريين وصل للأجانب أيضا. نعم، أشكرك شكرا جزيلا الكاتبة الصحفية وزميلة الصحفية نادية أبو المجد، كما أشكر الأستاذ وائل القنديلي الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا.